البنات وصلت معكم النهاية ديال الفيديو. الوصفة ديالتنا كتجي على هذا الشكل. هذا الكفتة ديال الصدر ديال الدجاج. انا شويتها على الفخر، ممكن ديروها في المقلة او حتى في الفرارة، كتجي يعني بنفس الطريقة كتجي زوينة. درنا معها شوية ديال الفلفلة وشوية ديال البنجل. وهنا درت البصلة قطعتها بشكل طولي ودرت معها شوية ديال المعدنوس، كتجي زوينة هي معها. هنا درنا شلاطة مغربية بالبصلة ومطيشة. كنتمنى باش تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها. نقول لكم مع السلامة إن شاء الله حتى الفيديو آخر. سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله اسمحوا لي، اليوم ان شاء الله العشاء بغيت ندير شويه ديال الكفته ديال الدجاج بالصدر ديال الدجاج. ان شاء الله غادي نشويوها وبغيت نشارك معكم الطريقه اللي غادي ندير ليها. فهنا عندي كميه من الصدورة ديال الدجاج، نتوما كديروا اللي غادي يكفيكم. هنا عندي القزبور والمعدنوس قطعناهم هكا رقاقين. هنا في هاد الطبصيله عندي هذه الفلفله الحلوه الحمراء طحنتها، غادي نعصرها من الماء ديالها وعاد غادي نديرها. وهنا عندي كميه من البصله حتى هي طحنتها رقيقه ودرتها تصفى من الماء. بالنسبه للتوابل عندنا هنا الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. عندي شويه ديال الملون الغذائي، هذا كيبقى اختياري. عندي شويه ديال الابزار، عندي التحميره، غادي نديروا الكمون. وهنا عندي هذه التوابل ديال الكفته، هادو بجوج تقريبا كيف كيف، الفرق غير هاد الحمراء فيها الفلفله الحاره بزاف. صافي غادي نديرهم كاملين، انا عبرهم من قبل. غادي نزيد عليهم الربيع، القزبر والمعدنوس. صافي. وهنا غادي نزيد البصله، وهذه غادي نديرها نعصرها شي شويه من الماء ديالها عاد غادي نديرها. صافي باش ما يبقى ليناش فيها الماء يخسر لينا الكفته. صافي بهذا الشكل هذا. انا غادي نخلطها مزيان، ما غاديش ندير فيها لا زيت لا والو باش تشرب. كيف ما شفتوا معايا في الاول، انا راه طحنت معاها شويه ديال الشحمه، درت معاها شحمه ديال الغلمي. اللي بغي عنده البكري ممكن يديرها، كتخليها تجي رطبه. كتعرفوا الصدر ديال الدجاج كيكون شي شويه ناشف، فاش كنديروا فيه الشحمه كيرطب معاها شويه، وحتى الفلفله كتخليه يجي رطب. صافي انا غادي نخلطها مزيان، غادي نخليها تشرب ليا هاد التوابل اللي درت فيها. كما قلت لكم راه ما غندير فيها لا زيت لا والو، غنكتفي غير بالشحمه اللي درت. صافي نرجع معاكم ان شاء الله باش نبداو نطيبوها. صافي انا خلطتها كامله، جمعتها درتها في هاد البانيو باش يصلح ليا نخلطها. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها على ما نشعل العافيه ونبدا ان شاء الله باش نخلطها. Thank you.
صافي البنات، وصلت معكم النهاية ديال الفيديو. الوصفة ديالتنا كتجي على هذا الشكل. هذا الكفتة ديال الصدر ديال الدجاج، انا شويتها على الفاخر. ممكن ديروها في مقلة او حتى في الفرارة، كتجي يعني بنفس الطريقة، كتجي زوينة. درنا معها شوية ديال الفلفلة وشوية ديال البنجل، وهنا درت البصلة قطعتها بشكل طولي، ودرت معها شويه ديال المعدنوس، كتجي زوينه حتى هي معها. هنا درنا شلاضه مغربيه بالبصله ومطيشه. كنتمنى باش تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها. نقول لكم مع السلامه، ان شاء الله حتى الفيديو اخر.